Male breast cancer is very rare. It's less than 1% of total cancers diagnosed. You have to be vigilant and do the right thing and show up to the breast center. When men feel a lump, it usually freaks them out as a lump and tenderness. When women find a lump in their breast, they're like, well, there is no family history. This cannot be cancer. It's not true. Don't take it lightly, because 75% of the breast cancer comes in women or happens. وباش نزيدو لواحد القضيه بون ندوزو السرطان الثدي عند الراجل وي بيان سور بزوله عند المراه عند الراجل دونك حتى الراجل يقدر يوقع له بحال هكا صرار 1% ولا هذا ولكن كيوقع ملي غادي يوقع شكون هذا اللي كيوقع له بزاف عاوتاني الا كان باك جهته هو السرطان الثدي او لا عمك او لا شي واحد او لا الوالده لان جينيتيك بداك 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 لو كونتكست شي واحد من عائلتك كان في هذا الكونسير رد بالك وسول وعرف واش كاين هادشي ولا ما كاينش وشنو خصك دير بحال المراه حتى انت توقف بدا تقلب اللي شفتيها في الجهه ديال البزوله ديالك ماشي هو هذاك طبيب وغدير لا ماموغرافي حتى انت الفحص بالاشعه لا ميم شوز لا بيوبسي المهم اللي كان يعني نفس الحاله هنا وهنا وهنا وحتى انت كونسيرني بالبرودوي شتي كلنا كاع الرجال اللي كيديروا بحال هكا شفتو ملي كتحسن ملي كتحسنوا ديرها ما خصناش نبقاو نديرو بحال هكا فهمتي الو ملي كتعرف كتمشي عند الطبيب كدير لا ماموغرافي الناس اللي كيكون الرجال اللي عرضه لهادشي بزاف شكون هما هادي مهمه لان عندنا في المغرب واحد النوع ديال بنادم كيخدم واحد الخدمه اللي يقدر يعطيه الكونسير دو سان شنو هي الخدمه هادي كيقول لك اللي كيجي السرطان الثدي عند الراجل كيكون كيخدم في واحد الجو سخون بزاف يقدر يكون في شي مين اون مين شي بلاصه كيقلبوا فيها على شي حاجه اولا سخونيه كسل مثلا الحمام وي هذا النوع ديال بنادم يقدر يجي سرطان الثدي لان ديما خدام السخونيه شتي وهذه كنقولها حتى على المراه في اشعه الشمس راه نسيت نقولها لكم ولا هذه باينه اشعه الشمس حتى هي تقدر دير كونسير لان حنا كنهضروا في مرض الجلد يعني ملي غادي يقيس لك الجلد راه غتمشي للدار غتبان لك حموريه ردوا بالكم سيرتو اشعه الشمس في الصيف وداك الشيء دونك الراجل رعيه الرجال اللي كيخدموا في واحد البلاصه فيها السخونيه بزاف يقدر يجيهم كونسير سرطان الثدي والمراه والحاجه اللي عندنا في المغرب معروفه هي حمام كسال دونك الكساله كاملين معرضين لهذا المرض عندك هاد الناس وعندك الناس اللي كياخذوا حتى هما الكينات فيهم الاستروجين بحال المراه بحال داك الناس مساكن بحال داك الرجال اللي كيبغيو يوليو عيالات حتى هادشي خصنا نهضروا فيه وي ردوا بالكم هاد المسائل هادي الطبيه هادي معروفه الراجل كيبغي يدوز يكون بحال المراه كيبقى ياخذ شي كينات يقدر يجيك الكونسير بحال هكا شتي من غير المراه كاين واحد المرض بون كلين فلتر كاين شي امراض باغ اكزومبل داك الرجال اللي كيكون عندهم مرض في الخصيه ديالهم كيكون تخلق واحد الخصيه كاع ما كتنزل يقدر حتى هما يديفلوبي هادو الناس اللي عندهم يقدر هادو الاعراض اللي يقدر اي واحد كيسمعني دابا يفكر الا كان هادشي وقع له ولا في عائلته رد بالك من غير عاوتاني الكارو الشراب سي لا ميم شوز ميم بور لا فام داكور فوالا هادشي اللي كاين الراجل غير بغينا نقول لكم بان حتى الراجل كيجي دونك فيت اتونسيون ا فوت سونتي وكل شيء على لا بسيكولوجي كاع اي حاجه وقعت لك الشريفه او لا الشريف وصح خاطرك وكنقول لك تقدر تغلب على المرض ديالك الا كنتي فهمتي دو كوا جو با حتى الرجال الحراره اكزاكتوم ما كاينش كيسحب لي واش كاين لي الترجال عمرهم قالوها لا كاين حتى هما سمر ماشي بزاف ولكن كيجيو كل واحد يرد باله اللهم جي كونسير بزازل واقفين اللهم جهه كونسير ما فهمتش سمير سلام دكتور عافاك ملي درت الشيميو ما بقاوش تيجيوني لي راجل يا بشرى ياه وياه وهادو لي زافي سكوندير يا بشرى لي زافي سكوندير ولكن راح البال ابو شرى راه كنصحك لا بسيكولوجي سي تري امبورطون الى المورال هو لو بلوز امبورطون في الكونسير ديال لو سان ثق بيا Houda, docteur, ici il y a un contrôle automatique chaque année pris en charge par l'État, surtout pour les femmes depuis 50 ans. Vive le Canada. Ben oui, Houda, c'est autre chose. Nous sommes en Canada. 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 Nous sommes en Canada.
Donc, dis-moi, Kenzine, à l'écoute, redoux bien, la psychologie, c'est important. La psychologie, c'est important. Et Rajel m'a qui brichit les seins de la femme à peine. Là, sûr, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. التفاصيل ديال لي سان الراجل هذه الا ما بغاكش كيفاش من تي غيعطيك تي سا الله يهديك بحال لي ديك البنات اللي كيعيطوا ليا كيقول لك خصني ندير هكا راه قربت نتزوج واه خصو يبغيك بعدا انت هكاك عاد من بعد بدل حيت يبغيك كيف ما انت هكا تعلم والله جاتكم بخير تكون هذه العلاقه بالزواج مبنيه على على لا فالور على على الروح هذا هو المشكل عندنا في المغرب ولا جميع البلاد الاسلاميه غير المظاهر حتى صدقنا حنا الاولى في الطلاق وفي المشاكل ما كاينش داك الشيء تنام قبل المزال بعد الولاده حيت شي وحدات ما كيبغي ما كيبغيوش يرضعوا باش ما يتعلاو بزاف عرفت سمير ولكن لا ولكن سي با اون سوليسيون وحنا هضرنا خص الراجل يبغي مراته كيف ما كانت وكيفاش الا رضعت غير تلحى لها البزازيل صافي غادي يطلق والله يهدي